صبر يا شباب، عندنا حفلة اليوم. لك يا نسيم ليش ما بدكت ليش؟ إيهاب عندنا حفلة. صبري شوي، صبري أصبري شوي. أنا متحمسة صبر الحفلة. حلو نسيم. تست. ليش ما بدكت يا نسيم ليش ليش؟ إيهاب. إيهاب. صبري شوي. صبري شوي. صح مالك متصلك هيك؟ نجيك من الآخر. مالك. وش نجيك من الآخر؟ مالك إيهاب وش بيك؟ سوري لما تقدريش تدخل معانا. سوري. علاش؟ لأن المسابقة طالبت 3 شباب أو أكثر. تتمسخر عليا. كنت دوب صح ما كنت مسخرش. صح علاش إيهاب؟ طالبت 3 شباب، أنا بغيت ندخل في هذه المسابقة. باغي ندخل في هذه المسابقة. 5 سنين وحنا مع بعض. ما كيهمنيش. أناني اعتبرني أناني. 5 سنين اعتبرني ما كيهمني ما كيهمنيش. أنا بغيت ندخل هذه المسابقة. فقط نسبة المغرب العربي علاش؟ اسم هذا مبنيناه بالتعب. فقط نسبة العربي على عيني وراسي، بس أنا غندخل هذه المسابقة ما كيهمنيش. بدات للشباب وأنت بنت. سوري يعني افهمي نفسك. شو بدي يا عمي؟ مرسي. وينك أنت يا إز... لسه مشغول لسه مش أبو. شو إيهاب وشو؟ أنت ما بتسمع التليفون، صار لي 4 ساعات بكلمك يا أخي. مي سي فري ما سمعتوش؟ برودة يا ما سمعتوش برودة، ما أعرف حجم المشكلة اللي إحنا فيها. إيهاب دايما مشاكل، كل حفلة تعملنا مشكلة. لا هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة. إيه سمعني. المسابقة اللي راح نشارك فيها اليوم طالبت 3 شباب أو أكثر، حلها أنت. شو؟ طالبت 3 شباب. سهيلة؟ ما بيهمني سهيلة. شو ما بيهمك سهيلة؟ بليز الأنانية خليها على جنب، أنانيتك العفوة خليها. أنا بدي أدخل هالمسابقة، يعني أدخل المسابقة. شفت 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 المسرح؟ هالمسرح بساعة 10,000 وأهم مسابقة بالجروب بالباند. وفرقة. لازم أدخل، يعني لازم أدخل. فرقتنا. ما بيهمني يا أخي. أنت حتدخل، حتدخل معي؟ إيهاب. رح تدخل معي؟ إيهاب خليني. رح تدخل معي أو لا؟ إيهاب خليني. رح تدخل معي أو لا؟ خليني أحكي حبيبي. رح تدخل معي أو لا؟ اوكي اوكي دخلت معاك. وسهيلة؟ ما بيهمني سهيلة، ما بيهمني. وش رأيك؟ انت معي؟ انت معي؟ اتصرف، جيب لي واحد. شو تصرف حبيبي؟ بذكرك ان انت قائد الفرقة مش انا. ما بيهمني. ما تقول لي تصرف. لا ما بيهم هون قائد ورئيس، انت صديقي. ساعدني ساعدني اتصرف. مش تصرف، انا نيتك خليه على جنب. ساعدني بليز. يا اخي ساعدني. شو بدي عمو؟ بدي ادخل المسابقة. اوف السلام. واش واش تعمل؟ هنشوف فيكم تحكوا. مين انت؟ مين انت؟ انا نحكي معك. انت مين؟ انا نحكي معك. انت داخل للريبيتيشن تبعنا. انت مين؟ وانتوا قاعدين تحكوا. انت مين؟ قولي انت مين. إيهاب مش ناقصنا مشاكل دول. تست بليز. احنا قاعدين نحكوا، احنا دور قاعدين نحكوا، عندنا خدمه. وإحنا كمان عندنا خدمة. أنت مين يا؟ يلا تفضل أخدم. أخدم لي نفسك. أنت مين؟ هو أنتو مين؟ أوه بليز خوي استنى شوية. شكوني ما في مشاكل في كيس، ما غير مشاكل. أنت أنت شو تعمل؟ أنا عندي جروب. إيه وين جروبك؟ جايين جايين جايين. أنت شو جاي تعمل لوحدك؟ وأنتو شو جايين تعملوا وحدكم؟ المفروض إنه المسابقة تطلب 3 شباب أو أكثر. جروبك ما جاي؟ كلمتهم وما زال ما جاوش. تضحك علي؟ إيه. تضحك علي؟ بدي خاطر؟ ما بدي خاطر. إيهاب عايز تشارك المسابقة ولا؟ ما بدي خاطر يا أخي. حبيبي عايز تشارك المسابقة. عم اسكت شوي خلينا نتكلم. بليز هيك خويا استنى شوي. ما بدي خاطر. هلو. أنا ما بدي خاطر. إيهاب اسمعني. فنانين. خيارين. تشارك في المسابقة مع الشباب؟ وخلينا نخلص. خلص اتصرف اتصرف أنت خلص. خويا أنا اقتراح. انت البان تبعك ناقص هك ولا؟ ايه. واحنا كمان البان تبعنا ناقص. انت تحب تشارك المسابقه؟ اكيد. مقيد اسمك؟ اكيد. اوكي از يو لايك، لكن اذا تحب يعني ندخل مع بعضنا كباند واحد.
صاحبك المعلم الشب. إيه خلاص يا عم صافي ندخل ندخل صافي ندخل. أنتم أي ستيل تغنوا؟ إحنا نسبة المغرب العربي. إحنا كنا اسمه المغرب العربي. بس هلا بويز تيم. بويز تيم. أوكي. وشنو ستيل تغنوا؟ مغاربي. 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 أنت غني اللي بدك إياه أنا بتبعك بقطعك، أوكي؟ مغاربي. تراست يو؟ خلاص. يلا. قول البروفا كيفاش نديروا؟ مش ما عادش عملنا. ما 15 ربع ساعة. بالعقل. ما عندناش وقت، ما عندناش وقت، يعني ندخل ندخل. ندخل نغامر، يعني خاطر. إذا نثقوا فيك أو لا؟ خلاص. لأنه إحنا نحبوا يشاركوا في المسابقة. خلاص اتفقنا. أوكي يلا رح تبدا الحفلة هلا. خلاص. أوكي يلا. خلاص. مازال ميسيو بونسوار اهلا وسهلا فيكم في حفله المغرب العربي الموسيقيه للمغرب العربي. نطلب منكم ترحيب بفرقه بويز تيم. انطوني ادابلوديسمون بور بويز تيم. ميرسي. عيش نهار تسمع خبار أول أنا بقد لي صباري معاه أول إلعن اللي ما مشى وخلاه أول أنا بقد لي صباري معاه أول إلعن اللي ما مشى وخلاه كانت بخير مرتاحة وفراحة واليوم بغت تطير ماشي هكذا في العادة معايا كانت بخير مرتاحة وفراحة واليوم بغت تطير مرتاحة وفراحة واليوم بغت تطير أول أنا تقدالي صباري معاه أول يلعن اللي ما مشى وخلاه أول أنا تقدالي صباري معاه أول يلعن اللي ما مشى وخلاه مشيتي فيها الغلطة درتيها كنت حفرت حفرة واليوم تحتي فيها وعد بعقتي ومن القلب فقتي ناري واشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها اه لا تحكيلي ولا تشكيلي اه راها باينة كنتي كنتي خاينة ولا لا لا تحكيلي ولا تشكيلي اه راها باينة كنتي كنتي خاينة ومشيتي فيها الحب ما يجيش بالمال
عاشقين ليه ميلو قفصة حزين تغني بصوت حنين لمن يعرف غناك منين كي تغني تتفكر الأيام اللي كنت فيهم حور تفرفر في الهوى طاير وتعشش في الشجار كي تغني تتفكر الأيام اللي كنت فيهم حور تمثلوا عليا ها صافي خسق احنا خسقنا دابا صافي خسقنا ياك تمثلوا عليا طلق مني طلق مني طلق مني طلق مني طلق مني طلق مني تمثلوا عليا ياك طلق مني تمثلوا عليا صافي طلق مني طلق مني كان توا مني طلق مني كان توا ياك انت صديق وكنت عارفه كنت عارف كنت عارف بكل شيء هذا احنا باند واحد ايهاب خمس سنين وانا نخدم معاكم خمس سنين فهمش معناتها خمس سنين كل يوم نعملوا حفله وعادي لو خسرنا حبيبي استنى استنى طلع مرة وإحنا ناجحين مع بعض خسرنا مرة بسبب إني وبنت غنيت معاكم ما تتخلوش علي المفروض ما تشاركوش في هذه المسابقة بلا بيا إيهاب بليز خلع على أنانيتك ولو مرة سهيلة معانا في بان مستحيل مستحيل بان من غير سهيلة خجلت علي يا راجل بززت علي ما قلت علي والله سوري كنت اناني شوي كان اناني شويه اناني برشا صح يا اخي خلاص بس جاي معك الدوره اجي معي بيان يعني من القدام تكوني يلا يلا لقيت ولا قريت انا تفضحينا اي سي بون عرفوك 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 من صوتك لا تعطوني اصبر بغيت ولا كرهت انا كثير حب الايفال اليوم اذا كله مبلش هيك بفتكر رح يكون كثير حلو حبيت كثير الباند يلي عملوها والقصة يلي وراها وكيف انه كيف بلشوا وتخانقوا وكملوا وتصالحوا بالاخر هذا البرفورمانس كلها كانت كثير حلوه هذا بالاجمال اما بالنسبه لصوت نسيم تبلش بنسيم غنى حلو مثل العادة ولكن في شغلة مش عم ينتبه لها الميكرو كان كتير أوطى من ما لازم يكون وهذا الشيء كبس له شوي النفس غير له بوزيسيون رقبة افتكر بمطرح هيك كان حاسس هو انه النفس كان مش عم بيلبي مزبوط بس هذا الشيء ما أثر على صوته بس لازم ينتبه له وأنا مزبرة لي بالإجمال كمان كان لازم صوت الجيتار يكون شوي أوطى لأنه وقت الغنوا نسيم وإهاب كانوا عم بغنوا بلا باور بلا ما يعطوا كتير صوتهم سو كنت بفضل صوت الجيتار يكون شوي أوطى بالنسبة لإيهاب غنى كتير منيح وكان عم بدق الأكومبانيومون كان حلو وكل مروره كان كتير حلو أما بالنسبة لسهيلة في كتير إشياء قطعت كتير حلوة رح بلش بالقفلة هن وفالين من كل المشهد غنت بالصوت يلي كانت عم تحكي فيه وقت كانت عم بتقلد إنه هي شاب مش بنت كنت بفضل أوقات بالغنية تعطيني شوي من هيدا الصوت اللي هو التشست فويس يلي هو الصوت العريض بيقدر يقرب على الصوت يلي نحن عم ننبش عليه عنده غنت حلو غنت أحسن من البرايم وخصوصا وقت كانت عم تعطي باور كانت بلشت تفتح تمها وبلشت تطبق صفوف ولكن النزال بعده كتير موجود خصوصا بالنوتات الواتين ووقت اللي عم بتغني بلا باور وداير بهالمطارح مش عم تفتح تمها ومش عم بتطبق البوزيسيون وبعد شغله لازم كمان تنتبه على ثبوت النوتات يعني غير محل ما عم تعطي
الحليات والعرب لازم النوت وقت تغنيها نوت واحدة تقدر تكون ستابل عليها وما تهز النوت، بس أكيد إنه أحسن من هيداك الأسبوع. سهيلة كانوا كتير مهضومين الثلاثة وكانوا ملهيين بالتمثيل أكتر من الصوت. هلأ نسيم عادة صوته أعلى وأكبر وأحلى، عطانا شوي لأنه هلأ هن مثل ما عم بيقولوا عم بيخبوا صواتهم بهالنوع التمثيل. هيدا ما رح يمشي هالمرة، ما رأيت يمكن، بس مرة تانية ما رح تمرق بهالشكل. إيهاب دقوا حلو بس كانت الجيتار مسيطرة على الصوت. دايما الانسترومون لما بكون واحد عم بيرافي ممنوع يتخطى الصوت، كان مسيطر عليهم وكانوا ملهيين بهالاشياء. بس ما كنت حب اسمع الصوت، ما صح للشرف. هلا سهيلة عندها مشكله، اخذت صوت مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي، اخذت صوت الشاب لما بدها تعمل شاب صار يلعب الفيبراتو بصوته، صار ما بقى في ريزونانس، صار في فيبراتو. الفيبراتو بيأذي كتير الصوت لأنه بيكون بين الزلعيم وبين صوت الراس، هيدا خطير وممنوع بالغناء، يعني صار تلفظ كله لورا. تفضلي. أنا اليوم لأني مبسوطة بالفكرة ومبسوطة كيف نفذوا الفكرة، ما حابة أنا أحكي بالأصوات، أنتوا بسم الله بتكفوا بتوفوا. أكيد أنه اللي غنوا وقت طويل كان بيقدروا يعلوا صوتهم أكتر، يعطونا أكتر، يعني ما إلى علاقة أنه إذا التهوا لازم ما يغنوا، كان لازم يغنوا باللي عملوا. بس أنا حبيت كتير الفكرة، حبيت كتير كيف تصرفوا الحبكة كلها سوا على بعضها. هلأ طبعاً بدهم تشتشود قصروا كذا طويل شوي بمحلات، بس أنه هني ما بيعرفوا بعد يكتبوا ويعملوا إخراج، بس اللي فرجونا إياه كتير حلو. أنا مبسوطة لأن كنت خايفة لأنه الموضوع صعب على شباب بهالعمر، إذا هيك رح يكفوا يعني كتير منيح. أنا كمان مش حكي عن الصوت، والحمد لله في كتير إشياء تانية أحكي عنها، لأنه في شغلة بحييها، يعني بحيي التلاميذ عليها أول تريو شفني، إنه هن ما اكتفوا هيك يعملوا باند ويجوا يغنوا، حطوا هالباند بإطار بمسابقة بمشكلة، عايزين صبي التنكر، واحد من الباند ضد واحد مع وعارف إنه بده يصير، يعني لقيت كتير ذكية وكتير أكيد بغض النظر على شوية طول بمطارح، ولكن فعلا لقيت إنه سيناريو محبوك. وهي تاني مرة بلاقي إنه إيهاب وسهيلة وهالمرة معه النسيم. أنا عندي شخصيا هالثلاث أشخاص بيشتغلوا كتير حلو بالصف، وانبسطت لأنه لقيت مواهب تمثيلية. أنا ضحكوني، لقيت أنه سيناريو كتير مهضوم كتير متماسك. كتير حبيت لما اكتشفوا أنه اكتشف بالأحرى إيهاب أنه هيدي سهيلة، كيف هو تغير لونه وهيداك انبسط لأنه عارف بالقصة. كتير لقيت ذكية أنه من بعد ما خلصوا البرفورمنس تبعيتهم قدام الجوري أو قدام الناس، كيف رجعوا على الكوليس عم بيتخانقوا، كيف تصالحوا، كيف رجعوا ظهروا، يعني احترمت بداية ونهاية المشهد، كيف ضلوا متمسكين مسكين الأدوار للآخر. وحتى يعني الزروة لما كان وقت البرفورمنس الغنية لقيتها كتير مهضومة، يعني أنا انشديت أكيد بالتمثيل، ما ركزت على الأصوات، والبرهان انه انا شخصيا انبسطت. هيدا لإلي اكيد. هلا بالنسبه للصوت هيدا غير موضوع.